أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. طبعا نعيد تكملة التسجيل، التسجيلات يعني في التسجيل الواضح بس لغاية شريحة 15. نكمل التسجيل إن شاء الله في من بداية سلايد 16. الأوفرهيد كونديشنينج to increase learning is to apply positive reinforcements or rewards after behavior occurs. عشان يعني نعزز عملية التعليم والتعلم لازم ندي تشجيع أو reinforcement أو تعزيز أو مكافأة أو حوافز، يعني بعد ما ال behavior يصير يعني ال behavior جيد بندي positive reinforcement تعزيز إيجابي، وإذا كان العكس ندي negative reinforcement. كمان النيجاتيف رينفورسمنت تو ديكريز ا باد هابيت از اكومبليشد باي يوزنج ايذر نون رينفورسمنت اور بانشمنت، يعني عشان نعدل السلوك السيء ونقلل من حدوثه او نعدله او نمنعه ممكن نعمل نون رينفورسمنت، ما بنديش تعزيز ايجابي يعني بندي تعزيز سلبي او بانشمنت. اذا التعزيز السلبي ما يعني ما زبطش ما عدلش في السلوك ممكن then punishment may be employed as way to decrease responses، عشان نقلل زي يعني مثلا موظف بتأخر عن العمل كل يوم بتيجي تحكي معاه بتيجي تعمل له يعني كلام بلفت نظر كذا لكن ما بتعدلش بتضطر تعمل punishment تخصم عليه تمنعه من الإجازة إيش زي هيك. لكن في الـ using punishment there are risk to use punishment خاصة في الأطفال، يعني learner may become so emotionally upset ashamed sad or angry، يعني خاصة كتير في يعني في المدارس الأقل من يعني الجامعي ممكن المدرس أو المعلمة يعني يعني تعاقب طفل أو طالب أو طالبة قدام الجميع ممكن تعمل نوع من الخجل نوع من السادنس زعل أو حزن أو أنجري. عشان المدرس يكون بي افكتيف if it is necessary to assess what kind of reinforcement are likely to increase or decrease the behavior to each individual، يعني لازم احنا نختار عشان نكون فعالين نختار ايش نوع الreinforcement كانت positive ولا negative حسب سلوك كل شخص. يعني في سلوك مثلا لو حكيت معاه كلام بعدل سلوكه وبلتزم فيه، لو بهدلته شوية بلتزم فيه، لو بدك تضربه ولا تعمل له عقوبات بنشمنت بدك تعدله. في ناس يعني من تشجيع معنى وكلام برافو ممتاز كذا، في ناس لا بده مثلا تدي شهادة تقدير تدي جائزة تدي اشي زي هيك، فهن حسب اللي هي نوعية الانديفيديوال وش اللي هو الحاجات اللي هو بحب يعني تعمل على تشجيعه. هذا برضو ملخص للسابق، يعني في عنا الريسبوندنت كونديشنينج والأوبرنت كونديشنينج. يعني هان في عنا جرس بعدين يعني نمرة واحد جرس بعدين بنقدم الطعام للكلب، الكلب بصير لعابه ويسيل الريسبونس طبعا بنكرر كذا مرة، لكن مرة تانية لو احنا جينا عملنا بس ضربنا الجرس بتلاقي الكلب لعابه بينزل خلاص ارتبط انه الجرس فيه بعده اكل فيه بصير لعاب. learning is produced by يعني عملية التعلم هنا بتصير stimulus stimulus pairings، يعني بكون two stimulus مع بعض بتعمل عملية التعليم. في الـ operant conditioning بصير عندنا response في اللعاب موجود then بصير عندنا بنعطي الطعام للكلب reinforcement stimuli، يعني احنا اعطينا صار عنده response صار عنده لعاب بنزل بعدين بنعمل له تعزيز بنعطيه الطعام في الاخر بيعطينا future response بصير على طول يصير عنده يعني اللعاب. هنا learning is produced by response stimuli pairing، يعني في يكون عندنا قبل response بعدين stimuli اللي هو زي المكافأة. يعني الأوبرال كونديشنج هات بين فاوند تو ورك ويل وذ نيرسينج هوم اند لونج تيرم كير ريزيدنسي، يعني ممكن الأوبرال كونديشن يعني كويس باستخدام في النيرسينج هوم والناس اللي بدهم يعني عناية طويلة الأجل في المؤسسات والمراكز الصحية.
and with patients who are not very verbal to do, not engaged in much thought or reflection. يعني الناس كمان اللي كلامهم قليل أو يعني الكوميونيكيشن عندهم ضعيفة أو بيقدرش يعني تتاخد منه responses كتير. فبصير عملية أي بروسيجر بتجي تعمل بصير عنده ارتباط شرطي أو ارتباط إجرائي لهذا الكير يعني. To success of operant conditioning partially depend on what the enforcement is applied. يعني عشان ينجح لازم يعتمد على ايش نوع يعني الرينفورسمنت وكمان ايش متى نقدم الرينفورسمنت. In early stages learning need to be reinforced every time it occurs. يعني في المراحل الاولى من التعليم بنصير احنا نعطي تعزيز لكل مرة. Reinforce every time it occurs. يعني سلوك ايجابي بنعمل له تعزيز في كل مرة. طبعا بعدين شوي شوي بنخفف التعزيز بصير سلوك عادي طبيعي يعني بدوش كل مرة تعمل له تعزيز. كمان learning occurs as a result the organism responds to stimuli is the in the environment and is reinforced for making a particular response. يعني بصير learning عملية بصير احنا ندد stimulus لأي إنسان أو أي organism في البيئة أو في المكان أو في المحيط then يعني and reinforced for making particular response. بنعزز أي سلوك بصير أو أي response بعده. reinforcer الناس المحفز يعني أو اللي بده يعمل المتابع كان مدرس ولا كان أب ولا أم. the applied after response strength the probability that the response will be performed again under similar condition. يعني لازم يكون الresponse يعني يكون قوي واحتمال انه هذا الريسبونس بده يتكرر again under the similar condition. يعني لازم يتأكد انه هذا الريسبونس حيصير لما كمان اللي انعمل كمان مرة في نفس الظروف ونفس المعطيات. example of positive reinforcement we are we may continue to go to work each day because we receive a payback weekly or monthly basis. يعني احنا دائما بنروح على العمل يوميا عشان احنا في الاخر بناخد مرتب بناخد يعني المعاش او المرتب اما على اسبوعي او monthly. if we receive awards for writing short stories we may more likely to increase the frequency of writing short stories. لو احنا خدنا مكافأة انك كتبت لك قصة قصيرة وخدت عليها مكافأة هذا بيديك يعني دوافع أكثر إنك تكتب more اللي هي stories في المستقبل. وأي بروسيجر يعني أي إجراء أي سلوك بلاقي الإنسان إله تعزيز إله مكافأة إله يعني appreciation بيزيد في هذا الريسبونس. classical versus operational condition يعني اللي هي الكلاسيكال والأوبرت. يعني الكلاسيكال احنا لازم يكون عندنا نعرف انه لازم يكون في نيوتريال ستيمولاي بكم اسوشيتد وذ ناتشورال اكورينج ستيمولاي لازم يكون مصحوب مع يعني كمان ستيمولاس ليدنج تو ذا نيوترال ستيمولاس اليسيتنج الريسبونس اللي هو بيكون في رد فعل برضه طبيعي اللي هو الريسبونس اللي بيصير مع الانسان او الحيوان او اللي هو احنا يعني بنتعامل معه. اتس انفولفز the process of bearing two stimuli to create a learned association. it was found by Ivan Pavlov via his famous Pavlov dog experiment اللي هو زي ما شفنا في التجربة مع الكلب. the operant conditioning type of learning where behavior are strengthened or weakened based on the consequences that follow them. يعني سلوك الإنسان عملية التعلم بتزيد أو بتضعف حسب التبعيات اللي بتتبع. It focuses on how consequences of action influence the likelihood of these actions. يعني being repeated in the future. It was founded by Skinner via famous Skinner box experiment. يعني بصير تعاقبات وتتبعات لهذا السلوك بناء على اللي هي تجربته اللي هي مع البوكس experiment اللي كان فيها الأرنب أو الفار. البيهيفيرست ليرنينج ثيوري ذا بيزك برينسيبل اوف بيهيفيرست ليرنينج ثيوري ار سمرايز از ا فولو.
focus on learner's drives يعني حسب دوافع المتعلم. The external factors in the environment that influence the learner association and on the reinforcement that increase or decrease the response يعني حسب دوافع الإنسان. العوامل الخارجية في المحيطة كمان برضو بتأثر بنوع التعزيز، إما التعزيز إيجابي أو سلبي to زيادة الريسبونس أو تقليل الريسبونس. البيهيفيرس ثيوري the teacher task is the first to assess condition in the environment that lead specific response. لازم المعلم يكون يعني قادر على تقييم الظروف في المحيط وفي البيئة المتعلمية اللي هي ممكن تعزز أو تؤدي إلى response أو ردة فعل معينة. وكمان تعتمد على learner past habits and history of sensory stimulus and response condition. كمان يعني learners قديش يعني تعتمد برضو الخبرات والعادات في السلوك تبع المتعلمين من ناحية stimulus and response. And what is reinforcing for the learner؟ وش هو الدوافع اللي بتعمل؟ The teacher must effectively manipulate condition. ممكن المدرس يغير في بعض الكونديشن الظروف to build new association عشان يربط يعني علاقة جديدة. Provide appropriate reinforcement بيعطي يعني تعزيز مناسب. And allow for practice to strengthen connection between stimuli, the environment, and person's response to the behavior. عشان يعمل علاقة قوية بين الـ response بين الـ stimulus and في الـ من الـ environment and person's response behavior. نيجي للنظرية الثانية. هذه النظرية طبعا هي في الأساس حطها psychologist وال خبراء التعليم. طبعا احنا بنحاول نعملها ابليكيشن في اللي هي طبعا في التعليم، برضو عملية التعليم في التمريض تعتبر من عمليات اللي هي عملية تعليمية، اللي هي cognitive theory اللي هي النظرية المعرفية اللي هي يعني تعتمد على المعرفة والقدرات العقلية. الجيانت بياجيت اللي هي بياجيت برفضوها سويس سايكولوجيست طبعا عمره 84 سنة. Condition is cognition, the mental activity involved in thinking, knowledge, and remembering. يعني هي العمليات العقلية اللي تشمل التفكير والمعرفة والتذكر. كمان تحكي in contrast to the behaviorist theory يعني بعكس ما تقوله النظرية السلوكية. Cognitive theory focus on what goes inside the learner يعني بتحكي إيش بصير في داخل المتعلم يعني. Special learners زي البرسبشن عملية الإدراك، عملية الثوتس المعرفة والأفكار تبعته، الميموري كيف بصير التذكر، الويف بروسيسنج كيف عم بعالج المعلومات وبربطها مع بعضها البعض، and structuring information كيف بعمل تركيب وربط ما بين المعلومات في بعضها. According to these perspectives for individual to بناء على هذا التوجه they must change their perception and thought and form a new understanding and insight. يعني بناء على هذا ممكن الإنسان يتعلم يبدأ يغير في إدراكاته ومفاهيمه وأفكاره ويصير عنده new understanding ويصير عنده رؤية جديدة. يعني أنت كتير مرات بتكون يعني عندك معلومات عن شيء معين، لكن تيجي تسمع في جلسة في مؤتمر في درس في تخصص وتسمع شغلات جديدة، شغلات يعني ممكن تكون غير المعتقد اللي عندك، غير الفكر اللي عندك، غير المخزون العلم اللي عندك، تغير من أفكارك. مرة كتير بقول لك والله احنا كنا يعني بنقرأ غلط أو في شغلات احنا جديدة، في شغلات كيف نستخدمها. فهذا يعني من العملية هذا بصير انت عندك new insight رؤية جديدة new thoughts وهكذا. الكوجنيتيف ثيورست ان لايك بيهيفيرست مينتين ذات ريورد از نوت نيسيسري فور ذا ليرنينج يعني في العمليه هذه في النظريه هذه الريوردز والانفورسمنت مش ضروري في عمليه التعلم، اللي هي الاهم حاجه اللي هي الليرنرز جول اند اكسبكتيشن هي اهداف المتعلم وتوقعاته اللي هي ممكن which create disequilibrium imbalance and tension that motivate them to act اللي ممكن مع التعليم والأفكار الجديدة ممكن تعمل عنده
يعني خلل، عدم توازن، وعدم استقرار، تعمل عنده تنشنز، كل هذه يعني موتيفيت ليم تو اكت. كل هذه الامور بتساعده انه بتشجعه وبتحفزه انه يتعلم شيء جديد. كمان الليرنينج انفولف ريسيفينج ذا انفورميشن، يعني ندرك نستدرك، يعني نصير عندنا ادراك للمعلومات، نصير عندنا انتربريتيشن تبع نفسرها ايش معناها، اند ريكوجنايز انفورميشن انتو نيو سايد وري اورجنايز انفورميشن انتو، يعني نحط المعلومات هذه وننظمها في رؤيه جديده. The individual's goals and expectation are the source of motivation. يعني الشخص المتعلم هو اللي يتعلم، يكون أهدافه وتوقعاته هي مصدر الحافز تبعه والموتيفيشن تبعه. That create disequilibrium, imbalance, tension and desire to learn. كل هذه بتعمل لخبطة في داخله وعدم استقرار، وبتعمل ضغط وتوتر إنه ورغبة للتعلم. In order for the transfer of learning to happen, the learner must mediate or acting on the learning. يعني عشان انت توصل عملية، يصير عملية تعليمية، لازم الليرنر يعمل ميديشن، يعني يعمل تأقلم، يعمل تكيف، عشان يعني يمشي في العملية التعليمية. البياجيت was interested how the mind work and organize information. يعني البياجيت نظريته بركز انه كيف الدماغ بيشتغل، كيف بنظم المعلومات، يعني احنا كيف بنحفظ، كيف بنستذكر المعلومات، كيف بنرتبها، كيف بنعملها بروسيسنج. هذا برضو يعني شيء غامض سبجكتيف. هي بيليفز ذات، يعتقد ان المنتال ديفلوبمنت التطور العقلي از ان اوردرلي بطريقه منظمه، بطريقه متتابعه، سيكوينشال بروسيس ذات بينج ذا دي ذا انفانت از بورن ذات بيجن ذات بيجن ذا دي. يعني من أول يوم ما الإنسان بيولد تبدأ عملية اللي هي النمو العقلي والتطور العقلي. وهذا كثير احنا بنلاحظه في الأطفال، يعني لما يولد طفل يكون لك ولد أو بنت، كيف انت بتتابع يعني التطور العقلي والديفلوبمنت والجروث والديفلوبمنت تبعه من خلال انت السلوك تبع الطفل. This process is the same for all people but the rate of progression is different. العملية هذه كلها للناس زي بعض، لكن النمو والسرعة في تطورها يختلف من شخص إلى شخص. يعني في أطفال بتلاقي هذا يعني بيمشي بدري، هذا بزحف بدري، هذا بيقعد بدري، هذا بيطلع له أسنان بدري، هذا بده يتكلم بدري، هذا بده يناغي بدري. كمان في المتعلمين الكبار، يعني هذا بيحفظ على طول، شاطر، بيستجيب، بيستوعب، هذا بيقرأ من أول مرة وبيفهم المطلوب. اللي هي الفروقات الفردية اللي احنا بنصير عنها بنحكي عنها في المدارس او في التعليم. يعني بتلاقي انت في اي كلاس، في اي صف، في اي مرحلة، بتلاقي مش كل الطلاب في نفس الذكاء وفي نفس درجة الفهم وفي نفس درجة الاستيعاب، وهذا شيء طبيعي وموجود. Cognitive development is an interactive process، يعني عملية التطور، النمو العقلي والذهني والفكري عملية تفاعلية. In which variety of new experience must exist، يعني لازم يكون في عنا خبرات جديدة، لازم تكون موجودة before intellectual abilities can develop، يكون عندنا خبرات قبل ما يصير عندنا اللي هي القدرات العقلية انها تتطور. Cognitive theory approaches to learning اللي هي which cognitive theory several approaches to learning such as اللي هي digital perspective، منظور جيشتالت. The persons perceive, interpret and respond to any stimuli situation in his or own way. يعني الإنسان أو كل إنسان يدرك ويفسر ويستجيب لأي موقف بطريقته الخاصة، بطريقته الخاصة. يعني ممكن نفسرها بعدة اتجاهات. يعني الناس لما يتعرضوا لموقف مخوف أو بخاف، مش كل الناس ردت فعلهم زي بعض. موقف مضحك، موضع فيه حزن، موضع فيه problems، موضع فيه يعني situation خطيرة. فالناس مش كلها نفس الاشي في الموقف التعليم، مش كل الناس بتلاقيها زي بعض. يعتمد برضو على cognitive development، التطور العقلي، information processing اللي عملية معالجة المعلومات، واللي يعني social cognition اللي هي
المفهوم الاجتماعي أو الذكاء الاجتماعي أو المفهوم الاجتماعي أو المعرفة الاجتماعية. focus on the effect of social culture، بتركز على تأثير الثقافة الاجتماعية والبيئة والعادات الاجتماعية والتقاليد. social factors cultural factor in perception thoughts and motivation، يعني الإنسان برضو بضل الإنسان بتأثر في البيئة الاجتماعية اللي هو بعيشها والناس اللي حواليه في كتير من عادات وتقاليد وسلوكيات وحاجات زي هيك. هذه كتير طبعا بتأثر في شخصية الإنسان، خدتوها يمكن زمان في نمو الشخصية في تطور في كذا. الديجيتال برنسبلز في عنا 6 شغلات: جود فيجرينج، سيميلاريتي، كلوجر، بروكسيميتي، كونتينيويشن، سيمتري. يعني الجود فيجر يعني برسم صورة ذهنية في دماغه. Object groups together tend to be perceived as single figure tendency to simplify، يعني الإنسان بيربط الأشياء كلها يعني مع بعضها، بيربطها كسيجنال يعني بيعملها إشارة في دماغه، وهذه يعني tendency to simplify يعني بيعملها عشان يسهل عليه. Similarity يعني هذا المنظر اللي تحت هذا، يعني في يعني تقريبا هاي هذا بيشبه بعض، هذا يعني كلها بتقدر تقول زي بعض. Objects tend to be grouped together if they are similar، يعني ممكن احنا نحط الأشياء كلها في مجموعات إذا هم تقريبا بيشبهوا بعض. Closure visual connection or continuity between set of elements، يعني العملية الربط نظري بنصير واستمرارية في شغلات مجموعة من العناصر which do not actually touch each other in the composition، يعني بنعملها بدون ما تمسك بعضها، يعني هاي هاد وهاد وهاد، الدوائر بعيدة عن بعض بس المربع اللي يعني فاضي. proximity يعني التشابه أو التقارب لبعض. objects الأشياء أو أي شيء يعني tends to be grouped together in if they are close to each other، يعني قديش هم قراب على بعض. proximity جاي من كلمة proximal يعني قريب. continuation عملية الاستمرارية. whether an intersection between two or more objects، تصير تقاطعات ما بين شغلتين أو ثلاثة أو أكثر. people to bend to perceive each object as a single uninterrupted object، يعني بنظر لكل واحدة لوحدها لحالها لكن في تقاطع بصير في المفاهيم. symmetry symmetry يعني التماثل. the object tend to be perceived as symmetrical symmetrical shapes، يعني أشكال متشابهة أو زي بعض. that form around their center، كلها يعني تتحول حوالين بعض. هذه رموز يعني الإنسان بيعملها في مخه. cognitive development according to Piaget are 4 sequential stages of cognition، يعني 4 مستويات أو مراحل: هي sensory motor stage، pre-operational stage، concrete operational stage يعني الحسية بتصير شغلات ملموسة، formal operation stage. هي هنا الدايجرام، هذا الصور. نكمل التسجيل إن شاء الله في من بداية نكمل الأوبرال كونديشن فصل الكمبيوتر. السنسور موتور تبدأ من عند الولادة لـ2 years. البري أوبريشنال ريزونينج تبدأ من 2 لـ6 لـ7 سنوات. كونكريت أوبريشنال من 6 لـ7 سنوات إلى 11 لـ12 سنة. فورمال أوبريشن من 11 لـ12 سنة على طول. ده فور لايف. في المرحلة الأولى تعزيز إنتليجنس إن أكشن، تشايلد إنتراكت وذ إنفيرمنت باي مانيبيوليتنج أوبجيكتس بريمنس. طبعا الطفل هذا بيبدأ في العمر هذا يعني بيتفاعل مع البيئة اللي حواليه، بيعمل تغيير يعني بتغير في الأوبجيكت في الأشياء يعني بيحمل بغير وهذا، وهذا بصير عنده بريمنس يعني بصير شوي يعني مفهوم داعم. التعزيز السلبي يعني مرحلة الثانية من 2 لـ6 لـ7 thinking dominated by perception، يعني عملية التفكير هنا بتبدأ بالإدراك. but child become more capable for symbolic function، بعدين الطفل بيبدأ يعني الوظائف بالرمزية يعني بصير يتعلم يعني كلام بلفت نظر كذا، لكن ما بتعدلش، تضطر تعمل بنشمنت، تخصم
conversation problem في شوية مشاكل في المحادثات في language the development occur يعني ممكن يصير لسه بعرف شي يحكي كويس بعض الكلمات المبقاش كويس بعض الحروف بعض المخارج من 6 سنين ل 11 سنة 12 logical reasoning all applied to objects that are real or can be seen يعني بصير عنده تفسير منطقي يعني الأشياء اللي بشوفها وبحسها بقدر يعني يشوفها يعني من 12 سنة وفوق للآخر individual can think logically بصير يفكر بطريقة منطقية about potential events يعني حسب الأشياء كلها or abstract ideas المفاهيم المجردة و advanced reasoning بصير يعني يعرف هذا ليش وليش نختار إيش نوع من طبعا هنا النوع الثاني during infancy or infant explore their environment يعني في السن هذا من سنتين وتحت الطفل نكمل الجهاز بيقطع معنا نكمل التسجيل الجهاز بيفصل مش عارف ليش البرنسبل كوجنيتيف ثيوري فوكس اون انترنال فاكتور وذين ليرنر تعتمد على العوامل الداخليه في داخل المتعلم such as their developmental stage نموه العقلي والذهني reasoning يعني stage of reasoning يعني قديش بقدر هو يعني ليش الاسباب بتصير حواليه البرسبشن الادراك الثوتس ويف بروسيسنج اند ستورينج انفورميشن ان ميموري and the influence of social factor and on attitude, thoughts and actions كمان التأثير الاجتماعي اللي بأثر على المفاهيم وعلى السلوك وعلى الأفكار وعلى الأكشن تاع الإنسان the role of the teacher to assist learners developmental stage goal and expectation كمان من ضمن المتطلبات المدرس يقدر يعني يقيم الطلبة إيش مستواهم إيش أهدافهم إيش توقعاتهم ايش البرفيرد ستايل اوف ليرنينج ايش نوع الطريقه اللي بحبوا يتعلموا فيها then organize learning experience to be meaningful and keep learning simple and at appropriate level يعني احنا في تعليم الكبار لما ناخده نشوف ايش الطريقه اللي بحبوها طريقه محاضره طريقه برزنتيشن طريقه النوع كل ناس يحضر الموضوع ويشرحوا وهذا كله يعني حسب الناس اللي بدهم يتعلموا الماده التعليميه اللي بدها تصير نيجي للسوشيال ثيوري ليرنينج ثيوري يعني ليرنينج از اوفن سوشيال بروسيس يعني بتقول هذه النظريه انه عمليه التعلم هي عمليه اجتماعيه and other individual special significance others provide compelling examples or role model for how to think feel and act السيجنيفيكانس others هم الناس زي الاهل يعني زي الاسره الاب الام العم الخال الجد الجده كمان ممكن يكون مدرس المدرسه الناس الأقرب للإنسان هذا المميزين في حياته يعني بيكون هم زي نموذج أو موديل أو قدوة له رول موديل فور هاو تو ثينك كيف بفكر كيف بحس كيف بتصرف كيف كذا وهذا شيء طبيعي يعني كل أسرة بصير لها عادات وتقاليد لها بروتوكولات في حياتها الأطفال طبعا بتعلموا وبتصرفوا يعني من ناحية اجتماعية من ناحية ذهنية من ناحية يعني مناش نحكي في السلوكيات الاجتماعية يعني كمان في دور للأسرة بعد المدرسة بعد المؤسسات المجتمعية النادي المسجد المراكز الثقافية كمان السوشيال ككل يعني هذا سوشيال إسلامي سوشيال محافظ سوشيال منفتح هذا كله برضو يعني بنعكس على اللي هي التعلم تبع الإنسان السوشيال ثيوري يعني الثري ثلاث محاور البيهيفير سلوك الانسان طبعا بتاثر في البيرسونال فاكتور اللي هي العوامل الشخصيه الكوجنيتيف افكتيف بيولوجيكال ايفنتس يعني الحاجات الفكريه الحاجات الافكتيف المشاعر والسلوكيات كمان التركيب البيولوجي تاع الانسان الانفايرمنتال فاكتورز العوامل البيئيه اللي حواليه المؤثرات الظروفيه المدرسه الجامعه الاسره الشارع الاصدقاء المعارف الاقارب كل هدول environmental factor هذا اللي هو صاحب النظرية هذا اسمه ألبرت باندوراس ثيوري طبعا نفس الدياجرام هذا learning social theory personal factor cognitive affective biological effect environmental factor behavioral factor
طبعا انا شوي اوضح. البيرسونال فاكتورز اللي هي كوجنيتيف فاكتور ار اولسو كولد بيرسونال فاكتورز، اللي بتحكي عن نوليدج الاكسبكتيشن والاتيتيود، يعني المعرفه والتوقعات والمفاهيم والسلوكيات والتوجهات. البيهيفيرال فاكتورز زي يعني السكيلز اللي بتصير عند الانسان، الممارسات تبعته، السيلف افكاسي قديش هو بيقدر متمكن في هذه العوامل، يعني اللي بيقدر السلوك تبعه كويس، بيقدر يمارس المهارة، بيقدر يحكي، بيقدر يتكلم، بيقدر يعمل بروسيجر أو يعمل إجراء. environmental factors زي السوشيال نورم، العادات والتقاليد الاجتماعية، access in community قديش هو بيقدر يعني ينخرط أو يتواصل مع المجتمع المحلي، influence on others يعني كيف بأثر في الآخرين، ability to change own environment بيقدر هو يعني يؤثر ويؤثر به to change own environment، كيف بيقدر يغير اللي هي المناخ. Social learning theories can be considered a bridge or a transition between behaviorist learning theory and cognitive theory. يعني هي بتكون عملية زي بتعمل زي ربط أو جسر بين أو توصل أو بين اللي هي البيهيفيرست والليرنينج ثيوري والكوجنيتيف ثيوري، يعني تكون يعني زي ربط جسر بين. البيهيفيرست say that learning has to be represented by permanent change behavior. الناس السلوكيين بيقولوا التعليم يصير عملية تغيير دائم في السلوك. Principle of social learning focus on role model، يعني تكلم عن role model يكون للإنسان كان أب أو أم أو مدرس. The reinforcement that a model has received the social environment and the four self-regulation process within the learner، اللي هي اللي يعني الضوابط الداخلية تاعت الإنسان مع البيئة. The role of the teacher is to act as typical role model، يعني دور المدرس بيكون عمارة على المتعلم اللي هو كرول موديل. To use effective role model in teaching that are rewarded for their behavior، يعني عشان المدرس يكون قدوة حسن لازم يكون سلوكه يكون حسن. كم الجهاز بيفصل. Social learning theory يعني much of the learning occur by observation، يعني معظم التعليم بصير عملية بالملاحظة والwatching others ومشاهدة الآخرين. and learning what happens within them، يعني بيعتمد في السوشيال انت بتلاحظ سلوك الآخرين، بتشوفهم، تعمل ملاحظاتك، تتعلم، يعني كنت تتعلم لحالك بعض الأشياء. social learning theory focus on the learning that within the social context، يعني بتركز على تعلم من خلال السياق المجتمعي، يعني وين ما روحت انت في مكان عند قرايبك، في مكان عام، في مدرسة، بتتعلم، تكتسب خبرات، تكتسب سلوكيات، تكتسب مفردات، تكتسب عادات وتقاليد. It's considered that people learn from one another، الإنسان بيتعلم من الآخرين. Include such concepts مفاهيم observational learning imitation and modeling، تعب التقليد، يعني بالتقليد وبال يعني يشتغل كرول موديل اللي زيه بصير يقلد الناس الآخرين. الألبرت باندورا العالم هذا is considered from leading proponent of the theory، يعني هو من أكثر المشجعين اللي اعتمدوا هذه النظرية. هي outlined four steps larger internal process، يعني عامل أربع خطوات داخلية. that direct social learning اللي هي يعني بتوجه التعليم المجتمعي. The behaviorist and cognitive dimension of the theory، يعني السلوكيات والمجتمعية تاعت النظرية. بقول four steps are internal processing that direct social learning، يعني أربع خطوات يعني بتأثر في تعليم في learning theory. أول شيء attention phase، الانتباه أو الاهتمام. attention to role model that are high status، يعني انتباه للناس الرول موديل، الناس القدوة اللي بيكونوا في حياة الإنسان. retention phase، retention عملية storage يعني تخزين، and retrieval of what was observed يعني عملية تخزين واسترجاع إيش اللي الإنسان يعني شافه وتذكره. reproduction phase عملية الإنتاج، learn copies
the observed behavior، بتعلم يعني نسخة من السلوك اللي تعلمه. motivation phase اللي عملية يعني التشجيع whether the learner is motivated، هل هو motivated عنده دافعية to perform the learner's behavior، يعني عنده استجابة ودافعية ولا لا. هاي برضو diagram بيحكي عن السوشيال ليرنينج اللي هي الاتنشن، يعني هي الاستيمولاي فوكس، يعني اكترش يعني ترد الانتباه او كذا. الريتنشن ريهيرز انكود، يعني بصير عملية زي البروفا، خزن المعلومات في عنده بيقدر يطبقها او يمثلها. موتور ريبرودكشن براكتس فيدباك، يعني بيدي بينعكس على سلوكه في ادائه في شغله يعني او في حياته. الموتيفيشن اللي هي الريوردز والرينفورس، عملية التعزيز والمكافأة اللي بتصير من السلوك تبع الإنسان. النظرية الرابعة، واحد اثنين، هذا الرابعة بتكون مش الخامسة، آسف، اللي هي humanistic theory، اللي هي أكتر واحد يعني الإنسانية. one of the best known humanistic theories أبراهام ماسلو، اللي هو هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية. طبعا هرم ماسلو هذا يعني عالم يهودي. humanistic theory الأسامشن تبعتها فرضياتها that each individual is a unique and that all individuals have desire to grow in a positive view، يعني الإنسان بيكون إنسان يعني كوحدة واحدة أو فريد من نوعه، كل الأفراد والأشخاص لهم رغبة إنهم ينموا ويعيشوا بطريقة positive way، طريقة إيجابية. according to humanistic feeling and emotions are the key of learning، عملية يعني النظرية تعتمد على المشاعر والعواطف والإيموشنز والموتيفيشن اللي هي مفتاح عملية التعلم والكوميونيكيشن أند أندرستاندينج، يعني الفيلينج والإيموشنز والموتيفيشن كلها دوافع لعملية التعلم وعملية الكوميونيكيشن والتواصل والاتصال والفهم. humanistic learning theory طبعا learners occur in the base of personal motivation اللي هي الدوافع الشخصية driving، يعني الدوافع الدافعية الشخصية تاعت الإنسان from needs. كمل. to desire to grow positive self concept and subjective feeling، يعني المفاهيم الداخلية اللي عنده والsubjective feeling مشاعر السubjective اللي عنده. بتقول كمان learning is facilitated by caring facilitator، يعني برضو بصير عملية التعليم مع الناس اللي هم المسهلين لعملية التعليم، يكونوا ناس يعني حنونين وبتبنوا كويس، والبيئة اللي بتكون حواليه تكون حاضنة له، ذات انكرج spontaneity creativity emotional expression and positive choice، اللي يعني بتكون دائما اللي بتكون فيها تلقائية، فيها creativity شيء خلاق، شيء في emotions expression and positive choices. لو هاي هرم ماسلو كنا شفناه قبل هيك خلال الدراسات السابقة. في عنا الفسيولوجيكال نيد، بيبدأ أول حاجة الفود والووتر والورف والريست والريبرودكشن، تكاثر، يعني الإنسان أول شيء إيش بطلب، لازم توفر له أكل وشرب ومية وتدفئة وملجأ وسكن، عملية التكاثر. بعدين بدور على السيفتي نيد، السيكوريتي الأمان والأمن سيفتي. بعدين بصير عنده البلونجينجز الانتماءات الاجتماعية أند لاف نيد، يعني بده مجتمع يعني ينتمي إله، بده يحب الناس ويحبوه، intimate relationship تكون علاقة حميمة مع الآخرين مع الأصدقاء مع الأهل مع الأقارب مع الناس اللي بتعامل معهم. esteem need اللي هي الاحترام، احترام يعني الإنسان بحب يكون شخص محترم يحترم الناس والناس تحترمه، إله برضو يعني قيمته في المجتمع. prestige and feeling of accomplishment، بحس انه انسان يعني فعال في المجتمع، انسان ناضج. self actualization تحقيق الذات، achieving one's full potentials including creative activity، الانسان بحس يعني على الهرم انه حقق مراد وحقق واستغل كل طاقاته، يعني عمل اشي يعني مبتكر جديد. المرحلتين الاولى والثانية اللي هي البيزك نيدز، يعني الانسان اهم حاجة يعني بده الأمن والأمان والأكل والشرب، يعني المأوى والأكل والملبس والحياة. الثانية والثالثة والرابعة الفسيولوجيكال نيد،
psychological needs. psychological needs اللي هي الحاجات اللي بتعود على النفس والعواطف والمشاعر والحب والود والتواصل والاتصال. المربع الأخير self fulfillment need، يعني الإنسان يعني رب كل حقق كل طموحاته وكل رغباته، كان بده يصير طبيب، بده يصير عضو مجلس تشريعي، بده يصير تاجر، بده يصير مليونير. أنا بحس إن الإنسان يعني حقق كل حاجاته. الـ humanistic theory principle of learning focus يعني on learner desire to positive growth، يعني بتتركز على الإنسان طبيعته بده ينمو كويس، subjective في المشاعر الداخلية، needs احتياجاته، self concept يعني المحترم، choice in life and interpersonal relationship بده ناس، يعني بده حياة، بده احترام، بده يتفاعل مع الآخرين ويعمل علاقات مع الناس. يعني الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، يعني بقدرش يعيش في معزل لحاله عن العالم، لازم يتعامل مع الآخرين. وبعدين فيش إنسان يعني يعتمد على نفسه في كل حاجة، يعني الإنسان يكملوا بعض الناس. يعني the teacher role is to assist and encourage the learner's concept، يعني المدرس لازم يعني يقيم ويشجع ايش المفاهيم اللي عند experience that affect learning. Educator must be knowledgeable، يعني المعلم او المدرس لازم يكون يعني لديه المعلومات الكافية. الليرنرز باست اكسبيرينس، يعني لازم يبقى عارف ايش الخبرات السابقة لدى المتعلم. lack of clarity and meaningfulness and what's to be learned، يعني مرات بكون بعض العوامل انه ما فيش اشي واضح عن وله معنى عن ايش اللي بده يتعلم للمتعلمين. neglect poor role model، ما فيش عندنا role model يعني لعملية التعليم. confusing reinforcement، يعني عدم وضوح في عملية التعزيز. inappropriate materials، المواد التعليمية بدها تكون مش مناسبة للجو التعليمي أو للمادة التعليمية أو للأودينس الموجودين. for learners ability، لقدراتهم الموجودة. to ensure learning is permanent organize the learning experience، يعني لازم احنا نشوف ايش خبرات الناس اللي عندنا قاعدين. make it meaningful، يعني تخليها ذات معنى. base the presentation، يعني يكون في يعني في عملية ال demonstration والعرض موجود. practicing new information، حاول إن يعني نمارس معلومات جديدة. reinforcement، assess and evaluate learning، يعني نقيم عملية التعليم. هذا diagram يعني عملية ال learning، يعني في عنا ال cognitive theory، في عنا السوشيال ثيوري، وفي عنا البيهيفيرال ثيوري. هي حاجتين فيها الان كونديشنج ستيمولاس اند ريسبونس، وانا كونديشنج ستيمولاس اند ريسبونس. في الكوجنيتيف ثيوري في عنا لوجيك انكودينج، وفي لونج تيرم شورت تيرم، يعني بصير عندنا بخزن معلومات وبصير عنده تفسير للمعلومات وتنظيمها في الدماغ. بعدين بتترتب عنا من ذاكرة قصيرة المدى الى ذاكرة طويلة المدى. في السوشيال ليرنينج، ليرنينج انفايرمنت يعني التعلم من البيئة ومن المحيط اللي حوالي الإنسان. مودلز بيهيفيرز، يعني الإنسان بيصير قدوة أي سلوك هو شايفه أفضل إله. يعني application to learning theory، each theory emphasizes certain aspect of learning، يعني كل نظرية تاخد منحى معين في عملية التعليم. we can use one or a combination of more than one، يعني ممكن نستخدم نطبق يعني نظرية أو نظريتين مع بعض، نخلطهم مع بعض عشان يعني ننجح عملية التعليم. البيهيفيرست focus on stimulus condition and pay attention to reinforcement، الناس السلوكيين بيركزوا على المنبهات والظروف اللي بتنبه الإنسان التعليمية، كمان بيعطوا اهتمام لعملية التشجيع. والمانيبوليتنج انفيرومنت، عملية تشكيل وتغيير في البيئة المحيطة للمتعلمين. السوشيال ليرنينج ثيوري ستريس رول موديل ذات وود ديمونستريت ذا بيهيفير، يعني بتأكد على الرول موديل، الناس القدوة، الناس الأفضل في المجتمع، كان الأب، الأم، المدرس، المعلم، الجار، المختار،
الديمونستريتور هي يعني بتشكل عملية السلوك تاع الإنسان. Use the theory according to the type of learner، مستخدم النظرية حسب نوع المتعلمين اللي عندنا. Passive learner might benefit more from behaviorist approach، الناس السلبيين أو الناس اللي مش active learner بيستفيدوا من يعني الطريقة السلوكية، النظرية السلوكية للتعلم. Humanistic learning theory يعني learning occur on the basis of perception motivation، يعني الدوافع اللي بتحفزه من الاحتياجات تبعته، desire to grow in positive way، self concept من الكلام قلناه. طبعا هذا مع برضه لازم يكون عندنا الفاسيليتيتور يعتني ويهتم بالناس المتعلمين، يكون في نوع من اللي يعني يعزز التلقائيه والابداع والايموشنال اكسبريشن والتعبير عن المشاعر الداخليه والاختيار الجيد. طبعا هذا كله يعني كلام مكرر، بدناش الجهاز يسكر معنا. Generalization about learning، learning is a function of physiological and neurological development، يعني عملية وظيفية من التطور والنمو الفسيولوجي والعصبي والنفسي برضه والسيكولوجي. يعني brain processing is different from each learner، يعني عمليات العقلية تختلف من متعلم لمتعلم، وهذا شيء طبيعي، والفروقات الفردية بين الأطفال وبين الناس الكبار حتى. Learning is active, multi-faced and complex، التعليم يعني إشي نشط active مالتي فيز، له عدة اتجاهات ولعدة يعني أوجه، كومبلكس مش سهل يعني. Meaningful practice strength learning connection، الممارسة العملية بتقوي تربط عملية التعلم مع بعضها البعض. Stress can interfere with this or stimulating learning، الستريس والضغط والنفسي وال يعني القلق بولد مرات يعني نوع من stimulating for learning.